أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تتأثر العقيدة بالذنوب والمعاصي؟ وكيف يتخلص المؤمن من الذنوب والمعاصي؟ نعم، الذنوب والمعاصي تنقص العقيدة إذا كانت صغائر أو كبائر دون الشرك، كبائر دون الشرك أو صغائر، هذه تنقص العقيدة. نعم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.